ورجعنا لكم تاني وفقره البيوتي تيبس، ويا ريت تكونوا حضرتوا ورقه وقلم، لان النهارده هقول او موضوعنا يكون عن وصفات طبيعيه بتحل مشاكل كتيره بتحصل لكم في بشره الجلد بسبب عدم الترطيب او استخدام كريمات، والمكون الاساسي فيها جلايسولين. طبعا احنا اتكلمنا باستفاضه عنه المره اللي فاتت. المكون الاساسي في كل الوصفات النهارده هي جلايسولين. طبعا جفاف البشره شيء مزعج جدا، شيء مزعج جدا سواء من الناحيه الشكليه او لما بنيجي نلمس الجلد طبعا بيبقى فيه خشونه، فشيء مزعج. والحل بسيط جدا، الحل الترطيب واستخدام كريمات. لما مش بنرطب ولما مش بنستخدم كريمات مشاكل كتيره بتحصل احنا في غنى عنها، زي الكشور والخشونه، التهابات، حساسيه، غمقان، تشقق الكعب، وحاجات تانيه كتير جدا. فالفكره ان احنا لازم على طول ودايما نرطب. حاجه مهمه قوي كمان لازم نعملها، ان احنا لازم نستخدم المقشر او السكراب. ليه؟ لما مش بنعمل سكرابنج لجسمنا او استخدام المقشر او الصنفره، اللي بيحصل تراكم على الجلد. لما بيحصل تراكمات على الجلد، الجلد بينشف وبيغمق، خصوصا المناطق زي الكعان والرقب، الايدين، القدم، العقل بتاعه الصوابع. ومش بس كده، غير الطبقه اللي بتفضل على الجلد ونقعد نقول انا جسمي ماله غمق ماله خشن كده، كمان لما بتكون في طبقه الخلايا دي، لما بنحط الكريم مش بتمتصه الجلد بسهوله، فلازم على طول نعمل مقشر. عشان كده النهارده انا جايبه لكم وصفات طبيعيه بجد تجنن، هتحل كل المشاكل دي. وزي ما قلت لكم المكون الرئيسي فيها كريم جلايسولين، اللي هو اصلا بيحل كل المشاكل دي بدون اصلا يعني مكونات طبيعيه قويه، لان جلايسولين مكونه جليسرين، واحنا عارفين الجليسرين لوحده بيفتح، لوحده بيرطب، لوحده بينعم. فتخيلوا بقى جلايسولين وكمان مكونات طبيعيه قويه، هيعمل ايه؟ هيفرقع الدنيا. خلونا واحده واحده كده نقول الوصفات، ويا ريت تكونوا حضرتوا ورقه وقلم عشان تكتبوها معايا. اول وصفه، وصفه كتير بتحتاجوها، وصفه تفتيح وتنعيم المناطق الداكنه اللي في الجسم. وطبعا عندنا مناطق داكنه كتيره في الجسم. كل اللي بنعمله بتجيبوا 3 معالق كبيره من كريم جلايسولين، وتحطوا عليه معلقه ميه ورد، بتخلطوها كويس قوي، وبتحطوها زي اي كريم، ومش بنمسحها ولا اي حاجه، بنحطها زي اي كريم، لان ميه الورد حاجه جميله يعني ما فيهاش اي حاجه، وبنستخدمها لمده اسبوع. عايزين اسبوعين ما فيش مشكله، بس انتوا هتحسوا بالفرق بعد اول اسبوع. اوكي، اقول تاني، 3 معالق كريم جلايسولين كبيره زائد معلقه ميه ورد كبيره، دي تنعيم، بتنعم جدا وبتفتح. وصفه تانية بقى اللي كنت بقول لكم عليه، مقشر وفي نفس الوقت بيبيض وبيرطب، خصوصا الوصفه دي بتبقى كويسه قوي، ممكن طبعا تعملوها للجسم كله، بس خصوصا للركبه، الكعان، الايد، القدم، بتبقى هايله، بس طبعا للجسم كله ما فيهاش اي مشكله خالص. اللي بنعمله ان احنا بنجيب 3 معالق كبيره كريم جلايسولين تاني، زائد معلقتين زيت لوز حلو عادي، زائد معلقه ليمون. اوكي، تاني، 3 معالق جلايسولين زائد معلقتين زيت لوز حلو زائد معلقه ليمون. اللي احنا بنعمله ان احنا ممكن بندهنه على جسمنا كله، اوكي مفيش اي مشكله خالص للي يستحمل، ويا ريت تلفوا المناطق الداكنه قوي او الخشنه قوي زي الكعان، القدم، الركبه، الايد بكيس بلاستيك وناموا، يعني استحملوا معلش اللي تقدر، اوكي، واللي تستحمل. اللي مش قادره ممكن قبل ساعة قبل ما تاخد دش، مفيش أي مشكلة خالص، أوكي. اللي هتنام بيه لما بتقوم تاني يوم الصبح في الدش بتاعها، بتجيب سكر مع ليمون، يعني معلقة سكر مع شوية ليمون، وبنفركه على كل جسمنا، أو أرجع أقول تاني على المناطق اللي مضايقاكي زي الركبة، الكوع، القدم، أنت حرة، يعني الوصفة دي للجسم كله أو للمناطق اللي أنت يعني داكنة أو خشنة عندك. بنجيب سكر وليمون بندلكه، انا شايفه ان على كل جسم يكون افضل بكتير، ونركز شويه على مناطق الكعان والركب والايدين والقدم. بنشطفه، بناخد الدش بتاعنا عادي خالص، وبعد كده بنحط على جسمنا كله. ممكن بقى ايه اللوشن بتاع جلايسولين، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، بيكون اسهل بكتير جدا انه يتوزع على الجسم كله.
وصفة بقى هتتجننوا عليها خصوصا العرايس، دايما بتقعدوا تقولوا لي انا نفسي القدم بتاع الرجل يبقى لونه وردي كعيني ركبي، الايدين اللون بتاعها بيبقى روز. ازاي؟ هقول لكم بيبقى ازاي. بنجيب اي علبة من جلايسوليد، اي علبة اوكي، وبنحط عليها بودرة دم الغزال، بنقلبه كويس قوي وخلاص، هو ده المرطب بتاعنا. يعني انا زي ما قلت لكم الحلقة فاتت ان احنا بالذات المناطق الاحتكاك زي الكعان الركب الايدين القدم لازم رطبها اكتر من مره في اليوم، فانت وشطارتك بقى رطبيها كويس، ايديك بجد هتبقى ورديه. وارجع اقول تاني، الكريم يا جماعه على قد ما هو تقيل على قد ما بتمتصه الجلد بسهوله، عمرك ما هتحسي بالملمس اللي بيضايقك مع كريمات تانيه، ومميزاته كمان ان بتمتصه الجلد، الى جانب طبعا الوصفات او المقادير اللي احنا قلنا لها بتسهل كمان الامتصاص كمان اكتر واكتر. اخر وصفه عندي النهارده هو تفتيح الجلد، كريم بقى تفتيح تخليه عندك في الثلاجه، عايز تستخدميه على ايديكي على ركبك على كعان، يبقى كريم المرطب بتاعك لجسمك كله انت حره، اوكي؟ ده اللي بنجيبه، بنجيب علبه كريم جلايسوليد اللي هي 125 مللي اللي هي دي، اوكي؟ وبنحط عليها اربع ليمونات زائد فنجال زيت لوز مر. هقول تاني، علبة كريم جلايسوليد ال 125 مللي زائد أربع ليمونات زائد فنجال زيت لوز مر، بنخلطها كويس قوي. وممكن زي أرجع أقول، ممكن قبل ما بننام بنستخدمه، أو ما بتقدرش أو تستحمل يعني زيت اللوز برضو مع الحاجات دي، يعني أنت حرة، ممكن برضو ساعة قبل الحمام وبعد كده تاخدي الدوش بتاعك. بس اللي أنا عايزة أقوله لكم، لو أنتوا بجد يا جماعة قادرين، يعني انا عارفه الزيت مع الكريم مع كله، بس احنا داخلين ننام، فلو حتى ندلك جسمنا كله او المناطق اللي انت متضايقه منها هتحسي بفرق في يوم. يعني انت لو نمتي بالكريم ده بالوصفات دي بالخلطات دي هتحسي بتحسن تاني يوم على طول، فما بالك بقى لو استخدمتيه لمده اسبوع. دي وصفات طبيعيه كلها زي ما بقول المكون الاساسي فيها جلايسوليد، اللي هو لوحده بدون الوصفات دي هيعمل نتيجه قويه قوي. اللي عايزه اقولها لكم ان ترطيب الجلد شيء مهم جدا، مشاكله كتير قوي لو ما رطبناش. وارجع بس اقول لكم حاجه مهمه قوي، اختيار الكريم الصح. الكريم الصح هو الكريم اللي بتمتصه الجلد، الكريم الصح اللي مكوناته بتكون فعاله. جربوا جلايسوليد، جربوا الوصفات، ونتكلم او قابلكم الحلقه الجايه وتقولوا لي عملت معاكم ايه. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم على طول مع دكتوره فرح حسين، اخصائيه تغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للسمنه والنحافه، وموضوعنا النهارده عن التخلص من الكرش.